أولويات عامة في كل المنظمات. احنا بدنا نقترح قانون عصري يتلائم مع المعايير الدولية. إيجابيات إنه يعني جمعية كبيرة فيها مسؤولية عالية فيها رقابة إلى آخره. واحدة من السلبيات إنه بضعف حقوق الإنسان متعلقة بحرية تكوين جمعيات. أنا أعتقد إنه التشريع يجب أن يتضمن أيضاً إعطاء القوة الاقتصادية للجمعيات. صراحة تحديات كتير، واحدة منها موضوع التسجيل. مثال الجمعيات، لقيت أنا إنه أبرز الجمعيات الخيرية تقول لك إحنا بنفضل إنه يكون عدد المؤسسين 50، في القانون الحالي 7. طيب منظمات الحقوقية بتقول لك المعايير الدولية ما بتحكي هذا الحكي، بتقول لك حتى لو 1 أو 2 بيقدروا يأسسوا جمعية. إحنا كجمعيات بنطالب بتعديل القانون للمواد اللي تتعلق بالتمويل الأجنبي وبترخيص الجمعيات. لما بدك تحصل على تمويل أجنبي لازم تطلب موافقة من رئاسة الوزراء. في كثير من الأحيان تتأخر كثير المعاملة لأنه القانون في بعض الأشياء اللي مش واضحة تماماً وبتخلي العملية تتأخر كثير، أو بنرفض. طبعاً إحنا بنطالب بتسهيل الإجراءات القانونية للجمعيات ما بين الجمعية والوزارات المختصة. القانون بيحكي إنه حل الجمعيات يا إما حكماً حسب القانون، والقانون بيقول مثلاً إنه إذا الجمعية لسنة أو سنتين ما قدموا تقاريرهم وما اشتغلوا فحكماً حسب القانون خلص تنحل الجمعية، أو بتنسيب من الوزير. لازم نطالب مجلس النواب وزارة الداخلية إنه يكون في شوية حرية أكثر بالعمل بالجمعيات الخيرية، لأنه إحنا بدنا نصل للناس. القانون بيعطي اللي بتبرع لصندوق الزكاة إعفاء 100% من ضريبة الدخل. طيب أما اللي بتبرع لجمعية بيعطوه أظني إعفاء لغاية 25%، يعني هتكون النسبة زي اللي بده يتبرع لصندوق الزكاة. أول هدف اللي هو تعديل القانون بشكل عام بحيث يصير متلائم مع المعايير الدولية. احنا بنأيد الأفراد بحقهم بتشكيل الجمعيات بما يتلائم مع القوانين وحقوق الإنسان أسوة بالدول المتقدمة بهذا المجال. لازم ينعمل للموظفين التابعين للوزارات المعنيين في الالتقاء والتواصل مع الجمعيات ينعمل تدريبات مكثفة. بنطالب بتدريبات الكافية للتنموية للجمعيات حتى إنه نخرج بكوادر فعالة ومتدربة للعمل الاجتماعي. كمان المنظمات الممول، إحنا هذا هدف من أهدافنا إنه أنتوا يا منظمات ساعدوا هاي الجمعيات، مكنوهم عشان يصيروا يعرفوا كيف يعملوا التقارير، كيف يكتبوا مقترحات مشاريع للممول. آلية قبول الجمعية عند تأسيسها، أنا باعتقادي إنه الجمعية يجب أن تؤسس على مبدأ مشاريع، على مبدأ خطة للتأسيس. بالتأكيد في مواد من القانون يجب مناقشتها مناقشة جيدة، وهي مثل تنظيم التمويل. يجب أن يكون كل جهة معنية يكون لها نظام خاص. الجمعيات الآن معنية أكثر من أي وقت مضى، تلبي حاجات الأسر والنساء على وجه التحديد بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً والاجتماعية الصعبة جداً، وهي معنية بالضرورة بالتواصل مع المؤسسات التشريع ومؤسسات السلطة التنفيذية، وبالذات مؤسسات التشريع لأنها بحاجة لتطوير القوانين الناظمة للعمل الاجتماعي.